طلبة ملحقة الطب يبلغ عددهم 219 طالب، كما وفرت الجامعة 4 مخابر بيداغوجية وقاعة المطالعة وكذلك العديد من قاعات التدريس للأعمال الموجهة والمدرجات. يعني تم توفير كل الظروف الملائمة من أجل أن يتلقى طلبتنا الأعزاء التكوين المناسب. اليوم استقبال أول دفعة لطلبة ملحقة كلية الطب لجامعة عباس الغرور. نسعى جاهدين لتوفير كل إمكانيات المادية والبشرية من أساتذة لتأطيرهم في أحسن الظروف